هاي اللي بداش اللي كنشوف انا هذه تقريبا دابا هاد الكاتخون هنا كان هو محصور ما بين غير في الجزائر فرنسا ولا كنمشيو لاوروبا نخدموا دي سواري سبيسيال كيطلبوا كاد ستيل الراي المشرمل يعني ديال السايس سايس ارجع هذه صغيره وانوشه قولي نضرب البيضه اقراص شي حل لك تهنا غير كتكون على 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 يعني القرقوبي كما كنقولوا هذا المسائل ديال ديك ستاج اللي كيتغنى دابا في لي كاباري وكيتكونسوما في لي بواط يعني عندي كنقول هذا واحد 4 كان محصور من بين الجزائر فرنسا بلجيكا هولندا المان دابا ولينا كنشوفوا دخلت حتى البلاد ديالنا يعني انا كنشوف حتى في القنوات ديالنا كيتكونسوما هذا السي ديال الري لانه نورمالمون هما في بلادهم في الجزائر كيحاربوه وانا شفت بعض البرامج وتقدري تدخلي تشوف بعض البرامج كاينين في الجزائر في اليوتيوب كيحاربوا هذا السيل ديال الري المشرمل يعني وديجا جابوا واحد يعني واحد الرونجر معروف عندهم تما اللي سميتو هشام السماتي وداروا مع ديزان تيرفيو يعني في البلاطو كيسابوطيو فيه الصحافه كان قال لهم زعما قالوا له حنا كنتمناك تعطي شي حاجه لهاد لي جون اللي طالعين لهاد الجينيراسيون شي حاجه نقيه وفاش جاوبهم قال لهم انا كتابع الخبز يعني تابع انا تابع الماكله ما يغنيو داك السيل ما يغنيوش انا سا شونجي ريان بالنسبه ليه هو ودابا ولينا كنشوف عند الناس حنا في المغرب ولا كيتكونسوم يعني دخل مع القرقوبي ومع كما كنعرف مع ليكستار القرقوبي ليكستار راه داير حاله داير السكسي عندنا في البلاد انا ما كنغنيش داك الستيل دراي نتبرا منه نقدر نغنيه في شي حاجه سواري سبيسيال مطلوب لي في المثل شي واحد غادي يخلص عليه ولا كيقول لك سامي تغني لها الاغنيه ديالو حاليا فلوس ولا كذا في حاجه سبيسيال يعني ما ماشي شي في البشر دي سواري سبيسيال نقدر نغني بعض الاغاني اللي سكسيات هكذا علاش انا ما راضيش ولكن ما راضيش على داك الغناء لكن باش كترضي داك السيد اللي داخل قطعه تيكات وحاطه فهمتيني اما باش نغني للناس ولا ندخلوا للديور اليوم يعني هذه غير موجه ودايزه لا انا كنقول لهم هذا الشيء ديال الواي واي ومريكو ولا مشرمل يعني كما كنقول حنا غير موجه ودايزه كما بزاف الموجات دازوا قبل كان واحد الوقيته الري العروبي كان بزاف ديال الموجات اللي كانوا ودازهم بحال ما كاينينش يعني لان ديما كيبقى الحاجه اللي نقيه وزوينه والاخر هي اللي كتقاد ديما شاد يعني تقدر تهبط واحد شويه بحال شي واحد شي رجل اعمال ولا شي واحد لاباس عليه كيبي مره طالع مره باط مره كيربح في الصفقه مره ما كيربحش هذا هو الراي النقي الكلام النقي الكلمه النقيه ولا هذا الاغاني اللي ماشي مزيانه ولا ما عندهاش دايره بحال الحرام بحال شي واحد كيبيع ويشري في الحرام يعني راه كيطلع ومن اللي كيهبط كيهبط 160 في الحدوره هذا هو